الدراري الله يحفظكم. المهم اليوم غادي نديرو لايف مع مستر كحيل وأيوب. المهم لقيتو مصيفط ليا، المهم ديجا كنا دوينا، لقيتو مصيفط ليا بأنه خدام هو في الدومينين تبارك الله، وكيدير فيديوهات تبارك الله على الدومينين، وكنت انا بغيت ندخل نشوف الفيديوهات ديالو باش نريكوموندي لكم شكون هما اللي تشوفوه بالضبط. مي داك الشيء تبارك الله راه داير هو بزاف ديال الفيديوهات، ولقيت داك الشيء طويل، لقيت غياخد ليا بزاف ديال الوقت باش انا نشوفهم، دونك قلت اللهم نطلعوا حنا وياه في اللايف يعاود لكم على راسه شويه. سي ايوب كيفاش بدا الدومينين، حيت داك الشيء اللي كيعاود ليا في ابي الفيديو، قلت اللهم تسمعوه نتعرفوا عليه جميع، وان شاء الله تستافدوا منه. المهم راه عنده القناه ديالو، انا غنبارطاجيها لكم من بعد، هو من بعد كاع يشوف القناه ديالو ويشرح لكم اكثر، وراه كيدوي على الدومينين وكيشرح بالتفصيل، يعني كيشرح بالتفصيل اكثر مني، وبما انه كيدوي هو بالمغربيه وبالعربيه فبغي يكون حسن، يعني يكون الشرح ديالو حسن من الشرح ديالي انايا، حيت انا كنلوح فيديوهات بالانكلي. سو هذا ما كان هذا الشيء، والله ندوي عليه في اللايف اليوم ان شاء الله، وانا نحاول نصيف دابا لسي ايوب. السلام عليكم. ايوب كيف الحال؟ الحمد لله، كيف الحال يا اخي؟ الحمد لله اخويا، نهار كبير هذا، ليك كلشي مزيان؟ صافي بليزير. الله يسهل عليك، والله الا نهار كبير هذا، كيف ما قلت لك بلاصه نتبعها. نعرف عليك غير انا وحدي، اللهم نتعرفوا عليك جميع. مرحبا، افيك بليزير. اي الدراري يدخلوا يستافدوا معاك اكثر، و وانت انا شرف لي انني نكون معاك ونهضروا ونتعرفوا ونيس عليك مجموعين. المهم مرحبا افيك بليزير. احنا عمرنا ما دوينا، كنت بغيت نسمع عليك ابديت في واتساب، وكما قلت لك في الاوديو من الاحسن نتعرفوا، سو هذا الشيء اللي يكون نحاول نتعرفوا عليك اكثر وناخذوا واحد، المهم نعرفوا كيفاش بديتي، شنو خدام بالضبط، ومن بعد قول اشرح الدراري نوع الفيديوهات اللي كدير باش يلقاو الا بغاو يدخلوا يتفرجوا عندك وهذا. مرحبا. الوغ مستر كيحل، كيحل تعتبر الكنية ديالي، سميتي ديال ايوه ايوب. انا مكناسي، انت انا عارف قريتي خلاص مكناس. ايوه انا مكناسي، انا خدمت تقريبا في جميع المجالات وما عنديش زعما تخصص محدد. المجال ديال تجارة الدومينات كنت عرفته تقريبا في 2014 2015 بحال هكاك. كنت عرفته عن طريق، كنت نقلب في يوتيوب وطحت في الفيديوهات ديال جيمي لويس، لا تعرفو، كتعرفو خلاص داك الصلع، داك مول دومينر إيليت. كنت غادي بواحد الفكرة خاطئة، أنا بحال الأغلبية ديال الناس كيجيب لهم الله بلي إن فوا غتشري الدومين صافي غتولي مليونير. حتى أنا كانت عندي هاد العقلية الأول، كنت خديت شي دومينات، كنعقل أول دومين خديته كانت نو، يعني بالفرنسي ان او اس تيري بسيس هايفن اونفون تي اس بوان كوم، هايفن وكان تيجيب لي الله بالهايفن، راه لا علاقه داك الدومين. كان عقل داك الدومين كنت خديته، وكان تيجيب لي الله بلي راه داك الدومين صافي راه غادي نشدو غادي نولي به مليونير. مشيت حطيته في فليبا، دوك كي كونتاكتيوني غير صحاب دوك النصابه ديال سيرتيفيكيت، واحد السيرتيفيكات هما اللي كانوا تيكونتاكتيو صافي. من بعد صافي، المهم فاش ما تباعش داك الدومين هي توقع قطعت الدومين هذا. هادشي في 2014، يعني وباللي انت كنتي كدير الدومينين، يعني خديتي الدومينات وطلعتي على المجال، واش كنتي خدام في شي مجال اخر ولا خدام في خدمه عاديه، ولا كنتي كتقرا، شنو كنتي كدير بالضبط؟ حيت لحد انا مازال ما عرفتش شنو كتخدم، فين ست العمر اوكي. ديالك، فين كاين انت بالضبط؟ الوغ العمر ديالي انا عندي 28 سنه، خلاص مكناس. 2014 2015 كنت يعني مازال ما شادش كما تنقولوا في دومين واحد، كنت مازال كنت سير في الدومينات كاملين. وحتى مزيان. ديك الساعه، يعني انا تنهضر لك على البدايات ديالي، ديك الساعه انا كنت مشيت في المجال ديال الدومينات، ما كنتش كنعرف ديك الساعه نيم بروس، ما كنتش كنعرف دي ان اكاديمي وداك الشيء كامل. كنت شفت غير الفيديوهات ديال اليوتيوب، قلت صافي راه الامر راه بهذه الطريقه هذه. مشيت سجلت في ديك الفورماسيون، خديت الدومينات، لا علاقه، ما تبع ديك الشيء. جاتني واحد الفريستراسيون ديك الساعه، مشيت قلبتها دومينات وحدين اخرين خدام فيهم. من بعد رجعت للدومينين، تما عرفت نيم بروس، وتما عرفت الا دو اس، وتما خديت خلاص داك الايبوك ديالك ديال
ديال الدومينات ديال كلوز اوت لا انت كتعطى كنتي العين. من وقت من نهار درت الايبوك ديال الدومينين. لا ماشي في ذاك الوقيته خديت الكورس، ماشي زعما في ذاك الوقيته خديت الايبوك ديالك. انا كنت قرا بزاف سميتو في نيم بروس، وليني الادو اس ديالك انت زعما الكتاب ديالك خديته في سميتو، يعني هذاك كان مكمل ديالي، هذاك كنت خديته في ذاك الوقيته، كنت كنت خديته درتو في ذاك الوقيته. فيسبوك الى ما زال عاقل، ولا كنت عطيتو الدراري فيسبوك ولا لا لا عاقل. كنت شريته في ديك الايامات ديال الاوتو بيلوت. حيت كنا دايرين سميتو ديال $2 ديال ليكوين، $2 وهادشي. ديك الساعه انا كنت خديته. المهم الاغلبيه ديال المعلومات اللي تعلمت ليهم تعلمت لهم في نيم بروس، وتعلمت لهم في زعما في الغوشاش اونلاين شي مليان. كامل، يعني عاد كتعلم العقليه الصحيحه. صح، حيت كلشي بالبحث، حيت كلشي بالبحث. اي هذاك الشيء اللي كاين و من بعد خلاص. وي صافي هذاك الشيء بغيت كير تكمل على القناة وهادشي، ما راك غادي. اوكي، من بعد بديت كنخدم شويه في الدومينات، يعني بديت يعني مادام تبدلت لك شويه العقليه ديال طريقه التفكير والطريقه ديال التقلاب على الدومين، والطريقه كيفاش كدير مثلا سواء تقلب على دومين سواء كتانفيستي فيه باش تصبر عليه واحد السنوات، ولا كتشري مثلا باش دير لي واحد الكويك فليب. ديك الساعه انا في الاول كاع ما كنتش عارف هذه المعلومات هذو، من بعد عاد بديت كنتعلم شويه بشويه. تما بديت كنركز شويه على الجيو دومينات والكيورد دومينز. البراند ايبل كان عقل واحد الدومين كنت خديته دوت نت، اربعه الحروف سي في سي في دوت نت، وكنت خديته زعما غير هكاك. يعني ديك هاندلوم الساعه مازال ما متعمقش فيهم بزاف، وجاتني واحد الانباوند وتباع مزيان بعد تمازو. مزيان. خلاص من بعد بديت الفرحة، كنركز الفرحة بزاف على ديال الدومين ما كاينش بحالها صراحة، فرحة ملي كتجي. يا فاشي كمان. علاش؟ حيت ملي كتبيع دومين وكتشوف ذاك الدومين ديالك ولا عبارة عن بروجي ولا شركة ولا تخدمها به وكذا، كتحس بحال راك بنيتي شي حاجة، فهمتي؟ واخا راك دخلتي الفلوس عن طريق ديك البيعه والشريه، مي كتلقى بان واحد السوسيتي ولا استعملوا ذاك الدومين ديالك، خاطر الا ما كانوش كيف فليبي، يعني الا ما كنتيش سميتو، يعني كتعاود هذاك اللي شرا عندك بغى يعاود فيه البيع، يعني يرجعوا بروجي، كتكون واحد الفرحه في كامل. كاينه انا اللي كنت كنركز نركز عليهم بزاف هما خلاص الكيورد دومين جوج كلمات دوت كوم وجيو دومينز. من بعد واحد الوقيته هذوك هما اللي خصو يخدم عليهم شي واحد اللي مبتدئ، حيت اسمح لي نقاطعك هنا، حيت الاغلاط اللي كيديروا الدراري، وبغيت نوجهها ديال كل شيء، انك ملي كتقلب في الويب ولا كتقلب مثلا شكون هما احسن لي دوماينرز ولا احسن الناس اللي كيبيعوا الدومينات، ولا واخا غتلقى لي شين ديالهم، واخا تلقى لي كور ديالهم، ولا هذوك الناس سابقينك بواحد العمر كبير، كتلقاهم خداو دومينات 1995، كتلقاو كبار في العمر ما عندهمش نفس العقلية ديالك، لانفيستيسمون ديالهم في الشكل، يعني صعيب انك تدخل معاهم، يعني لو بغيتي تسمع النصائح ديالهم غادي تمشي في الهاوية. علاش؟ حيت هما الى كيلعبوا سوا كيشري بزاف، كيولي مثلا ياخد 1000 دومين وكيلعب على واحد البورسونتاج قليل باش يبيع البورتفوليو كيخدم كبير، حيت عنده بزاف ديال الفلوس في داك الشيء، دونك صعيب عليك تلعب على هذا الاستراتيجي. ولا بغيتي تاخد دوك الدومينات الكبار اللي غادي ياخذهم، ما عندكش نفس لي كونتاكت ديالو، ما كتعرفش لي بروكر اللي كيعرف هو، دونك كتلقى ديما عندك هذا المشكل. اللهم الا كنتي كمبتدئ، هادوك هاد المجال اللي هادو اللي دويتي عليهم نتايا، جيو ولا تو كيوردز كيف ما انا كنت شرحت ديك المره، ولا يعني حاجات اللي تقدر تدخل فيهم دابا، ومثلا دخلتي نتايا كاع دابا 2020 الدومينين، حاول تقلب على شي حاجه اللي تقدر تاكلها كشاب، يعني كشي واحد عايش في 2020 وراه غادي يبدا فيها، ما تحاولش ديبليكي شي حاجه اللي كنقولها احنا اوت ديس بالنسبه للجيل ديالنا. ومزيان صراحه، راه دخلت لي فيديو ديالك لقيتك تقريبا بازيتي على هذا الشيء، يعني لقيت اكسباير الدوميز هم بازيت عليهم كثر. اي لقيتك بازيتي عليهم، بازيتي على الاوت بوندين، ما ساعفنيش لحظه، انت راه جبت لي زيكوتور. لا مازال ما كملتش الاوت بوندين. يلا بديت هذاك الشيء، الدوره ديال الاوت جبت لي زيكوتور باش نلقى نتفرج خدامه، كنتفرج فهمتي، باش من وداير داك السبيل فواد، وانا نقول غنتعطل على الدراري بزاف وما غاديش، اللهم يتعرفوا عليك ونشوفوا الفيديوهات ديالك مجموعين، فهمتي، مرحبا وشكرا عليك. على قبول الدعوة. مرحبا مرحبا. قلت لك المهم كيفاش بدا الفكره ديال لاشين.
بديت كنلاحظ حقاش واحد الوقيته كنت دخلت سكيل شير، سكيل شير كنت باغي ندخل تما باغي نشرح الدومينين بالانجلي، نعم لحقاش ما لقيتش بزاف ديال الناس شارحينه بالانجلي. شرح واحد خونا تما في سكيل شير كيفاش دير هاو تو فليب ويب سايتس، نعم ولكن الدومينين ما جاتش، ما دايرش ما لقيتش كاع تما. في اليوتيوب كنلقى باللي راه كاينين الناس يشرحوا الدومينين، ولكن داك الشرح السطحي ديال اللي غادي يربح فيه مثلا من ادسنس، يعني بحال اللي كيستهدف ديك الكلمه في السيو باش يطلع يترين كافيه. قلت مع راسي علاش زعما ما ندير زعما هذه البادره هذه، ونكون لحقاش دابا لحد الان انا العربي الوحيد زعما اللي كيشرح باللغه العربيه هذا المجال هذا. لا لا مزيان دونك قلت علاش لما ندير زعما هذه القضيه هذه دومين، راه شحال من وقت يعني انا فاش بديت القناه لقيت عدد كبير من العرب اللي تيقلبوا على هذا المجال هذا، كان بزاف منهم عندهم ديك العقليه الخاطئه ديال صافي غتشري دومين غادي تعاود فيه البيع بواحد الثمن كبير. فاش بديت كنشرح لهم الطرق الاولين، وبديت اول طريقه بديت لهم بالجيو دومينز، بزاف منهم اللي خداو دومينات. فاش بديت كنشرح لهم الكيورد دومينز لقيت عندهم ديك العقليه ديال يعني بحال الشكل ديال الماتيماتيك، كنقول لهم مثلا خصك جوج ديال الكيوردات يكونوا كيحترموا مثلا الانجليشيه هذيك، كيمشي كيختار مثلا اي كلمه كيف ما كانت، ما تيفكرش باللي هذا راه يقدر يكون عندها ما وصعيب عندهاش هذه بوتونشال بايرز. وهذه من الصعوبات انا كنت لقيتها يعني ملي كنت درت ملي كنت الاي بوك كنت درته مع في 2015 ولا ومع انه عندي اجانب اللي كاينين في ادو اس وهذا مي مع اكثريه كيكونوا هنود وحتى كاع اللي كيكون انجليزي ما كيعرفش انه السياقه ديال الجرامر فهمتي شي حاجه اللي في الجرامر يعني شي حاجه خصها تكون في البليه شي حاجه اللي ما خصهاش تكون في البليه شي مرات انت كيبان لك شي كيوردات واعرين ولكن الترتيب ديالهم ما كيتقالش بلونجلي او لا ما نسيان سو تا انك تكون كتفهم في لونجلي شويه ضروري بزاف وهذا الشيء علاش انا في الخدمه ديالي مثلا في الطريقه ديال الانفليون باش كان انفليونسي على الدراري في هنايا في انستغرام او لا كاع الدراري اللي متبعين لي الى لاحظتي راه قلتها لهم من الاول ديما كنحاول ندير كونتوني بلونجلي ديما كنحاول نوجه حيت اوبليجي خصو يكون كيعرف فهمتي اوبليجي خصو يعرف لي اللونجلي واخا في اللغه غيكرهني غيتقلق غيساب غيقول لك علاش كدير بلونجلي على مي من بعد ديك الصعوبه ديالو انه غيق راسو معلومات كيعرف فهمو الناس الاخرين هو لا كي اوبليجي على راسو انه خصو يمشي يتعلم الانجليزيه باش كيلقى حيت ياخذ ديك المعلومه يستعملها مزيان اما الا بغيت نعطيك غير المعلومات صافي يعني لمجرد انني نعطيك المعلومات فراه غادي نخرج عليك اكثر ما انني غادي نفيدك الا بغيت اوريونتيك ونوجهك مزيان خصني نوجهك بحال شي ولد صغير فهمتي خاص واخا تكرهني وداك الشيء اللي كنقول لك نقدروا ما نكونوش متفقين في نفس بحال في العقليه مي انا عارف لك اللي غادي يصلح لك سو هذه هي الطريقه باش نوجه وبزاف ديال الدراري ملي بقيت كندوي على الدومينين وعلاش انا جبت الدومينين كنت جبتو في الفيديو اللي درت في كتاب قريته ذاك العام عاود قريت لهم الكتاب ديالي حيت عرفت بزاف ديال الناس بارطاجيتو وعكزوا يقراو او اللي ما كيفهموش لونجلي كنت حاولت ندير بديله مي لقيت راسي كنخرج على الدراري يعني كندير فيديو واخا راه بلونجلي وعطيه عليه ما كيسمع الا داك الشيء اللي قلت انا صعيب انه كما قلت لك عنده مشكل في لونجلي وحاولت كاع حيدت من ذاك المحتوى العربي وعاود دابا ملي الدراري بقاو كيمشيو يشرو دومينات كيخدموا شوبيفاي كيخدموا اربيتراج ولا لقيت بزاف ديال الاغلاط اللي كان ممكن يتجاوزهم لو كان فاهم شويه سو داك الشيء باش حيت صيفطتي لي انايا صعيب عليا انني نعاود نشرح بالعربيه وكذا صعيب عليا مابقاش هاد لي زوديونس بجوج وهذا فرحت فهمتي حيت لقيت شي واحد راه يهز عليا الثقل فهمتي اللي سولني مرحبا بك، هو السي ايوب مرحبا كيعرف بك يشرح ليزي. بالعربيه غيعرف يقول لك داك الشيء مزيان فهمتي راه سمعت الفيديو ديالك الاول بعدا الطريقه باش كدوي داك الشيء يعني واخا كانت كاليتي شويه ديال الصوت ناقصه لحقاش كان اول فيديو ديك الساعه، من بعد عاد بديت كنحسن. واخا هكذاك باين المعنى فهمتي والدراري راه كيتعرفوا عليك حتى ما كرهتش انا الاودينس ديالك تكون كبيره فهمتي انا ما كرهتش الاودينس ديالي انت خدها كامله تستافد ها منها مرحبا حيت المهم ليهم ذاك المجال قبل ما يديروا شي حاجه اخرى ونتمنى الدراري هما الاخر لوح اليوتيوب ديالك باش الا بغا يشاركوا عندك باش اللي مهتم لا غير كتبوا مستر كيحل في يوتيوب غادي تلقاوني زعما ايوا راك بكل عارف سهوله. كي المهم قلت لك بالنسبه لسميتو الفيديوهات يعني باش كنحاول نيفيتي المشكل، من بعد وقلب الكاميرا وصورها حيت يقدر هذا الفيديو يلوح شي واحد في اليوتيوب فهمتي اللهم تبان القناة ديالك باش الناس يتعرفوا عليك اكثر اوكي انا سيدي ها هي مستر كيحل.
ها هو الدراري باش ما تبقاش تقول لي ما كتفهموش الدومين. ها هو شاب مغربي بحالكم، هو كيشرح الدومينات. اوكي، دخلوش تعرف الدراري، اقول قلت لك واحد اقول القضية. اقول ها كان سبونسوريك. راه اول مره كنتعرف على اي باب، اول مره غندبو اول لا غنتعرف، ولكن الناس زوينه راه كيبان. اللهم دخلوا وياك شحال اقول هذه في يوديمي، في يمات لوطو بيلوت، من وكنا الاوتوبيلوت هضرنا على الدومين. للاسف، يمات لوطو للاسف تما، انا ما كنت عرفتك تما، ما كنتش عرفتك زعما شحال هذه. للاسف ما هضرناش قبل، فهمتي انا. يلا تعرفت عليك ملي شفت اخر ميساج ديالك، ومزيانه جات في وقت مناسب. مرحبا بك، بليزير. الله يسهل. فوالا، قلت لك كمل ليا بالنسبة كمل للقضية ليا ديال دابا. القضية. اسمح لي كنقاطعك، نحاول ندوزو نوع الفيديوهات اللي درتي ونوع الاستراتيجي اللي كتنصح بيهم باش الناس يستافدوا بعدا شويه في هذا اللايف. اوكي، بالنسبه للشروحات، يعني في الاول كاع باش كان ايفيتيو نهائيا زعما الافكار المغلوطه اللي غادي يكون عند الواحد في الدومينين. الى لاحظتي، الى المهم ان شاء الله حتى الاخوان دابا يلاحظوا، في جميع الفيديوهات كاملين ديالي كندير لهم واحد ديسكليمر في الاول، كنقول لهم باللي كوم كوا خصك ضروري يكون عندك مع لونجلي، وخصك تركز مزيان. مثلا ماشي غير غادي تجي هكا كما تنقولوا غادي تلوح، خصك ضروري سميتو راه تقدر ترتكب الاخطاء، لحقاش راه الدومين راه جديد عليك، ما عمرك خدمتي فيه، وزيد عليها دومينات راه ماشي بالضروره دومين غتحطه في الماركت بليس وغادي يتباع لك، راه يقدر يدوز لك سنوات عادي يتباع. كيف ما لا بغيتي يقدر يتباع لك دغيا، خصك دير له الاوت باوند. وبالنسبه للاوت باوند كنت بديت لهم، كنشرح لهم الاوت باوند، يعني بديت لهم ديال الطرق الاولين كاع، ديال مثلا انت عندك دوت كوم قلب على مول دوت نت ولا شي حاجه بحال هكا. يلا بديت كنشرحها، قلت واحد النهار راه ندير لهم واحد التيست، نشوف القضيه. قلت لهم حطوا لي الدومينات ديالكم، ديروا لهم ريفيزيون زعما. وليت كندير لهم زعما شاك موا، كل شهر مزيان كندير لهم، زوين. ريفيزيون. زعما الفيديو الاول كاع راه شي دومينات تحطوا زعما، راه سيروا سير انت النيس وغادي تشوف شي دومينات ديال الماتيماتيك، ديال صافي جوج كلمات بالانكلي، ما عليهمش باك سبام، صافي يعني صافي راه دومين زوين. وتيقول لك هادشي اللي كيعصبني مره مره، تيقول لك مثلا وراه دومينات كاينين تتباعوا الثمنه طالعين وما مكتوبينش بالونجلي مزيان، وما عندهم حتى شي معنى وحتى شي حاجه وحتى شي حاجه. ما شافش باللي راه فيه باك لينك بزاف، ما شافش شحال ديال الاوت باوند فيه، ما شافش ضروري شحال يعني هو قيم. الغلط بلا علاقه لا بالاوتوبون ديال، مثلا بحال ذاك مايك مان، ولا ما عرفتش شنو سميتو، ذاك الدومينر الكبير، راه عنده بورتفوليو كبير بزاف، وراه تقريبا خلى منه يتاكسبيرو بزاف ديال الدومينات مؤخرا. عنده عيانين الدومينات ولكن كيبيعهم بالثمن، ما كتلقاش شي حاجه قليله من 50 مليون 60 مليون، ولكن راه عيانين. علاش هو حتى دوك باي كيبيع دومين الدومينات بالثمن؟ علاش هو كيبيع دوك الدومينات تاعو؟ حيت عنده لي كونتاكت. راه هو قديم عليك كما قلت الاول، راه قديم عليك من 1995 ولا 96 هو كيبيع وبيع الدومينات بمليون دولار. يعني السيد كيبيع بزباله الفلوس، اقل يعني ضد دومينات كذا. يعني انت الا شريتي عنده، واخا شري عنده دومين عيان، كتبقى راك شريتها عند ديك السيد وبغيتي دير معاه علاقه. يعني بنادم كيخلص ديك 50,000 دولار غير باش يتعرف على ذاك السياد ولا شي حاجه بحال هكذا. يعني وهذا الغلط كيديروه بزاف ديال حتى كاع الناس اللي كاينين في الامبروس، ولا كاينين بزاف كاع اللي خدامين في الدومين، كيشوفوا شي واحد من هاد الناس باع شي دومين في ذاك النوع، صافي كيتلاحوا كيشريو. شوا كيشري نفس السميه في لي اوردر تي ال ديز، يعني في بوان ما عارف بوان شي حاجه بوان بوان فان شي لعيبه، كيشري شي تخربيقه بحال هكذاك، او لا كيشري تقريبا بحال ذاك السيد، زعما راه غادي نبيع بحاله. هي لا، راه خصك تخدمت على شي حاجه تباع لك كمبتدئ، او لا كاين شي واحد بادي. يعني حنا وياك راه حنا كاع نقدر نقول دابا انا 5 سنين في الدومينين، انت راه تقريبا على ما قلت لي 2014، يعني 6 سنين. فواخا كاع هذا الشيء كنتصور ديما المبتدئين من 2016 اللور، عاد ديك الساعه بديت كنخدم مزيان الدومين، اما ديك العامين الاولى اعتبرها كلها فشل. ايوا هو الحمد لله، حتى هذيك راه كتسمى تجربه مزيانه. تجربه وكما قلت لك الى لاحظتي حتى سي باتيل اللي طلع معايا ديك النهار، راه هو دابا كل شهر كيقول لك كنبيع انا باكثر من 100 مليون الدومين وكذا، حيت كدوي معاك كيقول لك انا راهي مبتدئ، فهمتي. ولكن غادي باستراتيجي بوحدها شرحها الدراري، واخا للاسف كانت بلونجلي وبزاف ما فهموش الاستراتيجي اللي شرح، واللي هي كانت استراتيجي زوينه وخدامه دابا في 2020. المهم واحد الحاجه بعدا راه عاودتها لك، ديك النهار الدراري داروا غلط، بقوا كيمشوا كيصيفطوا لي
يعني كيقولوا ابريزو، ابريز اخيب حاجه تقدر دير كدوماينر، اخيب حاجه تقدر دير هي تقول شي واحد ابريزيلي، هي تمشي شي واحد تقول لي شحال كيسوى هذا الدومين، فهمتي؟ اولا كتبان سبامي، يعني كتبقى كتبان بانك كتسبامي الواحد سواء كاع دوك الناس اللي كتصيفط لهم. ثاني حاجه هذاك اللي صيفطتي ليه مهما كان عطاك قيمه ديال ذاك الدومين فهو راه كيبيع ويشري في الدومينات، يعني راه ما كيحكملكش على الدومين ديالك، راه ما تعرفش شحال غادي يسوى. كاينين الناس متخصصين في لابريزا راه كيتخلصوا، يعني كتخلصوا باش يعطيك ذاك، فماشي ديال يكون عنده اكسبيريونس، يعني كيدير تريدين كل نهار، كيدير كبروكر يعني مولف البيع والشراء في الماركت هذاك واخا، ولكن هذوك الناس على رؤوس الاصابع، واخا هكذا كيبقى داك الشيء استيميتد. يعني نتايا كتشري دومين عن طريق واحد الاستراتيجي اللي مخدومين بالعقل، سواء يشوفك انت راه درت انا فيديو، انت راك دير هذه فيديو، كيشوف واخا هكذا كيمشي يقلب، عاد كي انفيستي في دومين، كتانفيستي على قد راس مالك. داكشي باش الا بغيتي تخدم الدومين خصك تكون كدير شي حاجه اخرى، فهمتي؟ انا علاش نعم بيان سور قلتها لهم. علاش حنا كنشرحوا لكم الدومينين الدراري، راه كنشرحوه لكم باش الا كنتي غادي تشري دومين للشركه ديالك يكون زوين صافي، قبل كاع ما تفكر لا في البيع لا الشراء، غير باش ما تضيعش دير شي دومين اللي خايب، سواء عليه تريد مارك وتصدق بشارك الدومين وتحتي في المشاكل كيما دوينا ديك النهار في اللايف، يعني قانونيه، او لا خديتي شي دومين ما عنده حتى شي معنى، الا شافك شي واحد غيضحك عليك، سواء خاطئ في لونجلي ديالو سواء شي حاجه. اللهم تعلم شي حاجه اللي غادي تفيدك، يعني بحال كيما قحت كنا صغار قرينا المعاط، بحال كيما هكذا شي حاجه تلقى معك مدى الحياه، اعطيهم وقتك تعلم اليوم، الى عجبك الدومين خود، الى يسر الله في شي مبيعه هي هذيك انت خدم عليها، عندك راس المال يخدم بالتكنيك ديالك الاوت بوندين جيو وانفيستي، فهمتي؟ وي كاينه. الوغ رجعت غادي استراتيجي اللي شرحتي للدراري، وسمح لي كنقاطعك. وي قلت لك بالنسبه للاستراتيجيه في الاول، اول حاجه بديت معاهم بالبلان ديال جيو دوميس، في يعني مثلا سيتي بلاس جوب، مثلا ميامي بلامبرز، ميامي دانتيست، مزيان هذيك كاين شي وحدين من المتابعين ديالنا باعوا شي حاجه، باعوا شي حاجه من النوعيه من الدومينات. الله يجزيك بالخير. طيب مرحبا الله ودي. قلت لك المهم الحاجه الاخرى اللي لقيت من الدراري تيبدعوا بزاف، يعني كيحاولوا كيقولوا صافي يعني الطريقه هذه هو شرحها لنا حنا عرفناها، نمشوا حنا نديروا طرق ديالنا واحدين اخرين. يعني كتشرح ليه مثلا ديك الطريقه ديالو فاش كيجي يحط لك مثلا الدومينات، كتلقى ديك الطرق اللي شرحتي انت الدومينات اللي حطوه هما لا علاقه بداكشي اللي شرحت، زاد عليهم كتقول انت مع راسك اذا ده راه شاف الدروس ديالي ومشى مثلا كيقلب في دي سورس وحدين اخرين. انا جو سوي با كونتر، انا ماشي ضده، ولكن بعد شي مرات كتلقى شي ابداع راه لا فريمون راه لا علاقه، هذا هو المشكل. المهم بالنسبه للدومينين نعطي بعدا واحد الشهر ديالك هي البحث، هو راه غادي تبقى تجرك تقول نشري ديما، فهمتي؟ ديما غتبقى تجر ديك اللعيبه انت خصني نشري، وكيبان لك كتحس راسك بالياه بالياه لي فاهم، احنا كنوصل يعني كتكون هكا كتحس راسك راك غادي طيح على شي همزه ولا شي حاجه، وكتمشي تشري وما كتبحثش بزاف، وهذا الغلط كيديروه ديال الدراري، وحنا حتى حنا مثلا كنديروه. اللهم حتى كنطلعوا في هذا المشكل هذا. غير تعلم غير سمع نهار، حيت تبغي تشري حيت تبغي تشري هذه اللي غادي دير مع راساتك، خد واحد البلوك نوت ولا شي ورقه وستيلو، اكتب ذاك الدومين، تخيل راسك راك شريتيه، اكتبه في ورقه وتخيل راسك شريتيه، ما تضيعش دوك الفلوس. وذاك الشهر كامل فوق ما قال لك، قالت لك النفس ديالك شري دومين كتبها في ورقه، تخيل راسك شريتيه، ملي غادي يدوز الشهر وغادي تشوف وتقرا وغتشوف دوك الدومينات اللي كتبتيهم شحال هذه عليهم انت براسك، فهمتي؟ اللهم ما تخسرش الفلوس عاد. وقع القضيه هذه واحد الدومين كنت شريته هذه تقريبا واحد 6 شهور حتى ولا 8 شهور، مشيت واحد النهار طليله على البورتفوليو ديالي كنشوف كنقول ويلي طبعا انا ما شريته كيفاش زعما، لقيت راسي فاش جيت كندور 60 وقعت لك 6 شهور، انا راه ما كملاش شهر تقريبا، ولا ديما هذاك المشكل كيكون عندك العقليه ديال هذا الشهر ما كتكونش هي ديال دابا، فهمتي؟ ولكن مزيان حيت كندور كتعلم، لقيت راسي قلت مع راسي بلي هاد الدومين هذا راه تقدر تكون فيه زعما لوبورتينيتي من بعد، وانا فكرت في لوبورتينيتي وما ديتهاش بزاف في الكيورد وفي الروشيرش ولا شي حاجه بحال هكا،
فين فين قلت وايلي شاد الدومينا هذا خديت. المهم بس كنت كنشرح للدراري الثانية ديال الدومينز، كنشرح للدراري الكي وورد دومينز، يعني نقولوا مثلا شي حاجه اللي كتكون اكشن، اكشن دومينز، يعني شي حاجه اللي كتبدا مثلا فير، تكون مثلا شي حاجه اللي كتكون كتبدا فيرب وعندها واحد واحد لا فالور. وقبل ما ناخذ الدومين كنفيريفيو شحال من حاجه، كنفيريفيو مثلا واش لي باك لينكس مثلا لي سبام، واش عليه مثلا واحد لا فالور، واش الناس تيحطوا عليه مثلا الادس، ولا مثلا كنشوفوا مثلا هاد الدومين هذا واش عنده البوتونشال بايرز، يعني واش كاينين الناس يقدروا يكونوا مهتمين بهذا الدومين هذا. يعني تمشوا بذاك المبدا ديال فايند ذا باير فيرست، مزيان عاد ديك الساعه كتاخذ، حيت الا خديتي الدومين جوست باسكو عجبك سي فري يقدر يتباع، ما عرفناش الوقت اللي يقدر يتباع فيه، ولكن النسبه ديال انه ما يتباعش اكثر من النسبه ديال انه يتباع. شي علاش خصك بازي انك يو فايند ذا بايرز فيرست. هذه نفس الاستراتيجيه اللي كنت دويت عليها يعني من ذاك 2015 عطيناها للدراري، واخا هكاك مازال قليل اللي كيراقب، راه دويت لهم على اللي كيورد، دويت دوينا على اللي عندهم السي بي سي طالع كيفاش غادي. عندي تقريبا شي 4 الكتوبه ديال الدومينين وكاملهم بارطاجيهم في الفيسبوك فابور الدراري، فهمتي؟ ولكن شويه البحث كيكون قليل عند الدراري، فهمتي؟ ما كيبحثوش، او كما قلتي انت كيبدعوا. الحاجه الاخرى، المهم قلت لي على الاوت بوندين، كادير الاوت بوندين. انا صراحه ما جر... كنت كندير الاوت بوندين في ايامات كانت الهوز ما بشي برايفت، ديجا تقريبا تكون قريتها في احد قبل جي دي بي ار، قبل ما تجي دي بي ار، وكان داكشي كلشي بيبليك، هذه كانت كتسهل الخدمه. دابا ولات صراحه شويه صعيبه باش غتلقى باش دير الاوت بوندين، فهمتي؟ وحتى البورتفوليو ديالي طلع ما بقاش بحال زمان كتشري دومين رخيص وكتبيعه باش ما بعتيه. دابا البورتفوليو طالعه القيمه ديالو، يعني الدومينات غاليين الا صيفطتيه انت في اوت مابقيتش بوند. كتهند ريجستري، نعم، مابقيتش كدير الهاند ريجستريشن وكتشري مثلا من الاكسبايرد، وليتي كتشري من الماركت بليس. من الماركت بليس انا فاش كنشري دابا، فهمتي؟ ولا ماشي تاع ماشي الماركت بليس، يعني من الهضره اللي قال لنا سميتو باتير، اللي قال لك انفيستي في ليكيد، فهمتي؟ هذا هو اللي قال لي انفيستي. ديجا كنت كندوي معاه قبل، وديما كان كيركز على انفيستي في الليكيد. ليكيد دوميز هما الدومينات اللي معروفه قيمتهم في السوق دابا، يعني ثلاثه الحروف، اربع الحروف، ثلاثة فهمتي؟ الحروف، أربعة الحروف، لا مثلا ثلاثه الحروف، كنت اربعه خديت، كنت جوج خديت حروف، جوج، توانيت، كنت جوج شي قبائل حاجات اللي معروف من قيمتهم، فهمتي؟ او لا مثلا كيورد، المهم دوك اللي معروفين قيمتهم. غتدخل مثلا هي النيم بروس، غدير باي دوميز، غتبان لك ليكيد دوميز زي ما كتلقاو في الليكيد تمايا، منها غتعلم شنو هما اللي كنديرهم كليكيد، منها غتعرف شنو هما التوب دومينز. دابا الا كان عندي مثلا بحال انا توب دومين وعارفه ساوي واحد 13 كيلو ولا 14 كيلو، اوت بونديتي غيطيح ليه الثمن، فهمتي؟ حيت كيحسب غطي على الفالور فالور ديالو. ديالو. بحال دوك النوع ديال الدومينات توب دومينز خصك تسنى انت الان بوند، هي كتاخذ وقت، ولكن انت راه عندك بحال هاك شاري شي ارضيه كتسنى ليه، انت كتشرط واش بغيتي تبيعها. بحال اللي شاري واحد الارض، بحال شاري واحد الارضيه في مجال قروي، اي وداك المجال القروي ده كتطلع ولات حضاره. محسوبه على المجال الحضاري. وهاد النوع فوالا اللي خصكم تعرفوا هاد الدراري باش نلقى نشرحوا ليهم. دابا غنشرحوا دابا النوع اللي كيشرح السي ايوب، وبغى وغادي تستافدوا منها اكثر، هو انه الا كنتي كدومين خاصك تعرف راسك واش بغيتي تكون انفستور ولا بغيتي تكون نيت دوماينر، يعني فليبر كنسموه فليبر، يعني واش بغيتي تفليبي ولا ولا ديفلوبر. انفستي، فهمتي؟ المهم ديفلوبر اخر سموه بوحدهم هادوك، حيت هادوك نوع الانفستيسمون وقاصح شويه. المهم بالنسبه باش تفهموا الدراري، الا كنتي انفستور غتاخذ لك وقت، ما دخلتش راسك انفيستور حتى تاخذ بزاف ديال السنوات، ما كتبقى تشري دومينات غاليين، كتكون عندك معارف. مثلا بحال انا السيد اللي شفتو معايا في اللايف، ولا يعني هذوك كاع دوك الطوب الاخرين، تحت لي فرصه في هاد السنوات انني وليت كنعرفهم، يعني الا كان شي دومين مزيان كيقدروا يبروبوزيو عليا، يعني عندي كونتاكت باش غنلقى دوك لي طوب. ما غاديش نجي نقول لك انت انفيستي نفس، يعني ماشي ميثود هذيك ولا شي حاجه اللي غادي تفيدك على الربح السريع، هذيك فقط فرصه تعطات لي حيت انا المهم طحت في هذه السيتياسيون، يعني ما يمكنلكش ديت ليك. وهذا الشيء اللي كنت انا كنامن به في الاول ملي بديت الدومينين، كنت كنامن بان باش الا بغيتي تكون من الطوب خاصها تكون عندك لي كونتاكت، يعني خصك دير بلاصتك باش تكون مع الاخرين. سو هذا كيتسمى الانفستين، يعني هاد الناس الكبار كامل اللي كتلقاهم في الدومينين كيشروا دومينات غاليين بالثمن، ما سوقوش هو في البيع ولا الشراء، كيبقى هو يتشرف كيتسنى اللي غيصيفط ليه الناس، كيدير لاندين ديالو. نعم
قلت لك بعد شي مرات الا كان عنده شي دومين كبير شي شويه يعني يساوي الثمن وكيتسنى الانباوند، بعد شي مرات كيدير له الدومين باركين وكيبدا يربح منه واحد شويه، ماشي جميع الدومينات ولكن كاينين شي واحد فيهم. صحيح صحيح كدير الدومين باركين، ولكن انا صراحه ما كنفضلش ندير الدومين باركين باش نلقى نفالوريزي اصلا اللاندين ديالي. كتعرف كيفاش كتكونفيرتي النوع ديال الخدمه؟ كنخدم ب اف تي. كنخدم بدان، كنخدم غير بدان، فهمتي؟ كاع باتيل ولا كاع الاخرين كيخدموا بدان. ملي كاع ديفلوبات راسها من ان ديفلوب دارت البلاتفورم ديال دان، ولات مزيانه وكل شيء كاع اصلا حول ليها. دونك من الفكره هادو كيتسمى انفيستي، كت انفيستي في الدومينات وكتخليه. هنا خصك تكون بعدا عندك واحد المدخول، فهمتي؟ واحد المدخول وعندك بزاف المعرفه باش الا انفيستيتي ما تصدقش ضايع. هذه اول حاجه. كاينين لي فليبرز، لي فليبرز هو خاصك تلعب على البورسنتاج ديال الربح. تقدر تمشي دابا تشري دومين يعني سنين بروس، غيبان لك شي واحد بغى يبيعو بالزربه او لا ربحتو بدولار ولا شي حاجه، ان بو غتشري ذاك الدومين كنبيعو بثمن ربح غير الدولار زوج دولار، وكنلعب على الكونتيتي. كنلعب مثلا انا غنفليبي كيقول شوف السيمانه خصني نفليبي 20 دومين، راه ما كتلعبش، راه بزاف غتلقاهم في الامبروس كتدخل كتقول او مال هذا كيكومونتي بزاف، مالو كيدير اكثر بغى يبيع. كيلعبوا على الكونتيتي، على هذوك دي فليبرز. علاش؟ حيت واخدها خدمه هو، ما عندوش شي حاجه اخرى، ما عندوش شي حاجه الترناتيف اللي كيخدمها هو. كتلقاه 100% ولا نقولوا 90% فليب، كتلقى كيفليبي في الامبروس، كيفليبي في فوروم اخرين، كيفليبي في لينكدين، بزاف ديال لي بلاتفورم كيبقى كيفليبي في نيم ليكويديت. نعم لكن فليب في نيم ليكويديت ديال ايبيك. نيم ليكويدي صراحه ما دخلهاش انايا، كاين واحد البلاتفورم خلا اللي بانت ليا برايفت دي ان دبليو اي، اي ديال داك جوش ريزن، والله ما عرفت سميتو. المهم دي ان دبليو اي هذاك ما كيقبلش اي دومين هذاك. لا حتى واحد هو النيت مولاه هو اللي تيفيريفيهم. اي هذاك مدخلني انايا تما، راه ما فيهش شي حاجه بزاف، تنكون مسالي ونصور لك داك الشيء كاع. فيه شي ميزات زوينين، ولكن شي الاخر لا علاقه، ما عرفتش انا دخلوني تما ودخلت مع فين ما كنقول لهم مرحبا دخلتوني انا معاكم. ما علينا داك الشيء اللي كاين. دونك لي فليبرز انت الا بغيتي تخدم مثلا بحال سي ايوب دابا معاكم وراه شرح مثلا الجيو دومين، غتمشي تتعلم الجيو، ماشي غتمشي تشريه دابا، غتمشي تقلب في الامبروس وتقلب مثلا في لي فوروم كيفاش الناس كيبيعوا الجيو، شحال كاين ديال الربح ديالهم، قلب في نيم بايو باش تشوف شحال تباع في الجيو دابا، شكون جايو اللي ولات طالعه، شكون هي الدوله اللي ولاو كيهتموا بهذا الشيء، شنو هما الخدامي في ديك الدوله اللي ولاو مطلوبين دابا، شنو يعني غتقلب على هذا الشيء كامل. ابخي ملي كتشري كتبدا يعني غتقول انا اللي غادي ندير الهاندريج، يعني اكثريه غادي يديروا الهاندريج الا لقيت شي همزه مزيانه خاصك تفلي. نعم قلت لك بالنسبه للجيو موجودين في الاكسباير ديال الجي، كاين يكون مناسب فيه ولا شي مره شنو تيوقع. دابا الجيو صح دابا مالي. قلت لك بعد شي مرات كتلقى شي واحد حتى هو دومين ربحالك، كيكون مثلا شرا واحد الجيو دومين، وهذاك الجيو دومين اللي شرا كتلقى مثلا هو كيجيب له الله باللي راه لا فالور ديالو مثلا تساوي 1000 دولار، كيجيب له الله راه تساوي 1000 دولار، كتمشي باش كتعرفها كتمشي كتقلب في الاركايف كتلقى راه حاطوا ديك لاندين بيج وشي حاجه حاطه ب 1000 دولار. فاش كيت اكسبير انت كتحاولوا تدفعوا لهم غير مثلا 150 100 دولار بحال هكاك، راه كويك فليب مزيانه يعني كتشري ب 10 دولار يعني كتفليبيهم بالزربه باش ما قدرتيش فليبي. هي هذيك راه انايا اللي بغى يشوف الكويك فليب اللي كنت كندير راه في الكتاب ديالي كنت حاط الليان قبل ما يسينياليوني الدراري، حيت انا ديما كنحط البروفايل ديالي راه كانوا سينيالا وتبلوكا في ديال فليبا، مي ماشي مشكل واخا راه مبلوكيين، وغتلقى تما الدومينات اللي كندير له الكويك فليب. باش الا بغيتي تعرف مثلا النوع ديال الدومينات مي ما عليناش. المهم كما قلنا كاين فليبر وكاين انفيستر، ماشي انت داخل اول مره دومينر وتخيل راسك انفيستر، ولا الا بغيتي تكون انفيستر غيكون عندك راس المال وسير تعلم وانفيستي، ما فيها عيب، ولكن ما تخربقوش بجوج. ماشي شاري باش دير مثلا انت يا سي ايوب كتشرح لهم باش يدير الكويك فليبي، هو كيتخيل راسو راه انفيستر، فهمتي؟ هو شاري دومين وحاطه ب 7000 دولار، كيمشي شي واحد مثلا في الفوروم ولا كيشوف شي واحد شحال القيمه ديال الدومين ديالك كيقول ليه هاندريج ولا راه ما ساوي والو ولا 5 دولار ولا كيتسلق، لا هذا الدومين راه ساوي، حيت ديما الدومينر كيبان له الدومينات راه ساويين الثمن، فهمتي؟ هذه راه معروفه. في ذاك لي سيت ديال لايف اللي كانوا فيه الدراري مجموعين
راه كتشوف كاع دوك الناس زعما القدام عنده دومينات لا علاقه، فهمتي؟ كتلقاو كيدوي، راه بانت لي ديك السيده كانت شرات شي فيروس كيلر، فيروس كيلر، وكيقولها كيقولها اكاديمي دين اكاديمي، وكاس كنتفرج البارح واحد واحد سبرينغ وقيلة، نعم هذيك اللي قالت لك شرات زي سي سبرينغ، لي لا اللي شد اللي شاري هذاك كيلر كي في فيروس كيلر، فيروس كيلر كيلر فيروس ما عندها اصلا مخربقه كيلر الموبايل، ومشات شراتها في جميع لي في ال ديز، كيقول لها راه ما خصنيش واحد اخر كان شرا دومين معاه كانوا كيفليبيو تما بالزربه، قالوا اجي نجربوا، وشاري شاري دومين وقال لهم الدومين ديالو حتى هو قديم، وحتى واحد ما بغا يشريه، قالوا له راه زعما ما عنده حتى شي معنى هذا اللي قلتي، وكتلقى بانه ما فاهمينش حتى هما شنو هي تخدم سيرش بكوت، يعني دير فيهم الكوت باش يطلع عليك الاكزاكت سيرش، بزاف ديال المشاكل ملي كتجي تشوف كتلقى عندهم دوك لي سيل يعني القدام والواعرين، كتلقى بانه هما فقط كيتسموا توب دومينرز، حيت كانوا قبل منك قبل ما نعرفوا حنا الانترنت، يعني كتلقاه كان في لافون وعطاهم الانترنت وشرا دومين كلمه واحده ولا جوج كلمات ولا 10، وباعوا ب 400 مليون ولا 600 مليون، ولكن ما كيعنيش انه غادي خاصك تانسبيرا منه، انا اكسبيرون انسبيرا ماشي واحد اللي بادي في 2020 2018 وداخل في هذه المعمعه معاهم وكيضار، فهمتي؟ يعني كيلقى راسه كيبقى كيفاش يخرج راسه في هذا الوقت، اما دوك الناس القدام راه هما راه غيبانوا لك في الطوب، والدراري غيدخلوا غيتبعوهم، ما عندكش اش دير دوك النصائح، دير انت اللي كيبان لك غادي تخرجك، فهمتي؟ تبع شي واحد اللي غادي يكون بحالك في المستوى، ما تبقاش تبع شي واحد اللي فايتك في المستوى، حيت غادي تبقى تخرج على راسك وغتضيع بزاف الانفستيسمون، وما غاديش تكون فاهم كيفاش الناس كياكلوا، كتلقى او هذا كيف مثلا بحال باتي راه في 2017 هو قال لك باش عاد حرك، حتى هو كان غادي غلط شحال من حاجه، ملي لقى الاستراتيجي ديالو محركه راه دابا مزيان، يعني 3 سنين ولا شي حاجه راه تغير مزيان. نفس البلان انت، انا ملي انا فوقاش بديت الدومين هنا 2015، وراه الا لاحظتي راه الكتاب ديالي في شهر وليت كندخل الفلوس، فهمتي؟ يعني ما خديتش بزاف، علاش؟ حيت كنت كان في الوقت ديالي كنت كنقرا لونجلي، كنت كنعرف بزاف ديال الحاجات بحال هكذا، وملي مشيت ما مشيت قلت لا خصني نتبع لي هاد اللي كي مثلا لي دومينرز الكبار او اللي كيديروا اليوتيوب، لا مشيت بواحد قلبت اكسبايرد، علاش هادي كتباع، علاش هادي ما كتباعش، هادي حتى لقيت كيفاش غادي نخدم بها مزيان. ايوا المهم صراحه هادي هي الايديا ديالي اللي بغينا نوصلوا للناس، وانا صراحه بغيتهم يدخلوا يستافدوا اكثر من داك الشيء اللي كدير نتايا، فهمتي؟ مرحبا مرحبا بهم، الله يجازيك يعني بالخير، شي سؤال الفكره مرحبا، عن انا موجود. كاميرا انك تصور فيديوهات، الصعيبه هي انك تصور فيديوهات وكتعطي عليهم بزاف ديال الجهد، وكتحاول تعطي الاكسبيرتيز ديال كامله، وما كيوصلوش لبزاف ديال الناس، هذا هو المحزن، فهمتي؟ كتقول علاش الناس ماشي مشكل، بغيت نخليها مرجع، بغيت نخليها مرجع زعما للسنوات القادمه ان شاء الله، ان شاء الله باش اي واحد مثلا غير سمع غير سمع في المجال ديال تجاره الدومينات غادي يلقى واحد المصدر كاين بعد، صدقة حيت جارية راه تاع كبيرة. مثلا حسب الفرنسي راه ما كاينش محتوى قليل، ما كاينش اللي شارح هادشي هذا، وراه هذا وبالانجليش الاغلبيه اللي شارحين، الانجليش الاغلبيه اللي شارحين ما كنهضرش على التوب دومينرز اللي مثلا دين اكاديمي وديك الشيء كتلقى كامل. هذوك كتلقى ماشي يفهم حتى شي واحد، كتلقى فيو بقلا في اليوتيوب داكشي، في اليوتيوب الاغلبيه ديال اللي شارحين الدومينات شارحين غير باش يديروا لك تسويق باش تشري شي تول ولا شي كورس ديالهم، يعني ما شارح لكش نيت الدومينين على حق وطريق، لا لا اكثر، هو المشكل اللي كاين. داك الشيء اللي كنا لاحظنا، ومزيان انك دايره مرجعيات، انا نفس الحاجه كنت كنقول من ديما، يعني الفيديوهات ديالي كنديرهم كمرجع، يعني اي حاجه كنديرها ما واخا ما كتوصلش لبزاف الناس، ما كيدخل شي واحد دابا مثلا شحال من واحد ما كيعرفنيش مثلا يونس، شكون هو يونس قاسمي وكذا، كتقول لي مثلا انت راك انجيمون، ولا كيرجع كيلقى كاتب انت شي حاجه في 2013، يعني كتخلي عندك واحد المصداقيه وكتعطيك واحد الاوتوريتي، او هذا فدير هذه من 2013 7 سنين هذه، فهمتي؟ يعني ما تحتاج انك تجي وتبين ليه راسك، ولا يعني راه عندي الارشيف سير قلب، راه ماشي زعما كنجيو نصنعوا حنا في الارشيف، ولا يعني غيقلب في الويب، هذه مزيانه لك حتى انت في الحياه ديالك، الناس غيرجعوا للمرجع، يعني هذا الشيء راه كنا كنديروه من قبل. مي واخا هكذاك انا دويت عليك كيوتيوبر، صعيبه انك تكون كتصور وما كيشوفوش الناس الكونتوني، ما كتموتيفيش بزاف، فهمتي؟ هي انت كماركوزر غتنفعك حيت راه عندك كتخلي الارشيف، مي كيوتيوبر صعيبه شويه، يعني كتلقى انا كندير محتوى، انا كندير بلوك، يعني كنسجل، يعني كندير، يعني ابار كيوتيوبر مثلا، الا جينا نشوفوا بزاف الناس اللي كيديروا اليوتيوب مثلا ما كيديرش، ما عندوش زعما يوتيوب كيديروا فور فان ولا شي حاجه اللي ممتعه،
انت كدير كتعطي فيه ليكسبيريونس ديالك زائد المونتاج اللي كيديروا على اليوتيوبر، وكتلقى بان الناس ما زائد كيفهموش. وهادشي علاش قلت لك نديرو حنا وياك اللايف اب بلاص ما نهضروا حنا وياك برايفت، وتبقى دايما هكذا. اللهم ادخل يعرفوك الناس كما غنعرفك انا، يعرفوك الناس مرحبا، غير بليزير. الاسماء ديالك، فهمتي؟ مرحبا. يلا لا شكرا. ما شنو كنت غادي نقول لك؟ نسيت. بغيتي تقول لي على ارتباطا بالنسبه لي، قلتي قطعتي الاوت بوند مازال ما كملتيه. اوكي، بالنسبه للاوت بوند، بعد القضيه ديال الفالويشن ديال الدومين، عطيتهم واحد الفورمولا ديال انه غادي يمشي غادي يحاول مثلا يشوف الكيوردات اللي عنده مثلا في الدومين، يحاول يكتبهم مثلا في نيم بايو باش ياخد نظره تفقديه على داك الكيورد، شحال الناس باش كانوا باعوه. يعني انا شنو قلت لهم؟ قلت لهم الا بغيتي دير كويك فليب، من الافضل تحطو ما بين من $100 ل $200، ما تحاولش زعما دير واحد الثمن كبير. انت مازال يلا بديتي، دونك ما تحاولش تطمع بزاف. كنقول لهم ديما ما بقاش تطمع بزاف، باش ما تجيك فريستراسيون. يعني كما قال لك النار باطيل، ديك فاش تجيك واحد الفريستراسيون وتكيتي الدومين دغيا، او ميم طو غادي تجيك واحد الفليب مزيانه. بالنسبه للاوت باوند يلا بديت معاهم وغادي نكمل معاهم ان شاء الله زعما من بعد. باش كديروا الاوت بوند انتوما؟ باش كديروا الاوت بوند؟ واش ملي كتجيبوا زعما الايميل ديال السياده باش كتساندي؟ شنو كدير بالضبط انت في الاوت بوند؟ انا في الاوت باوند شنو كندير؟ كنقلب في جوجل، هذا هو الاول. اول حاجه كتقلب في جوجل، ثاني حاجه كتقلب في اليلو بيجز وديك الشيء. اها. من بعد كتقلب في لينكد ان. المهم كتقلب على اغلبيه ديال لي سورس اللي كاينين في لينكد ان. تما بقاش شتي انايا واش شتي الايبوك ديالي ديال الاوت بوند؟ شتي ديال الايميل ماركتين هاكس، الايميل ماركتين هاكس كان كيدوي على باش كيدوي اللي كنتي كتهز داتا من نيم بايو، اللي كنت كندوي على نيم بيو كتهز الناس اللي شراو فيه. كنتي شتيه؟ لا هذاك وقيله ما شفتوش. المهم حتى هو راه انا شفت ديال اللي كتقلب على الكيوردات اللي كيبيديو فيهم الناس باش كتكونتاكتي دوك الشركات. مزيان. لا كنت درت المهم من الاخرين كنت درت بانك في الخدمه، يعني باش غادي تجيب الايميلات، كنت كنمشي على اللي كيورد اللي بغيت انايا، فهمتي؟ في طريقه الاوت بوند كنقلب في نيم بايو، كنشري شي واحد اللي مزيان وكنمشي لنيم بايو مثلا بحال شي واحد تلقى مثلا شي واحد ولا كيشري. نعطيك مثلا شي اكزومبل، مثلا بحال دابا حنا في ليفاسين، الاكثريه مثلا الناس اللي كيشرو ليفاسين مثلا دوايات ولا شي حاجه، وكنقلب عليها في نيم بايو باش نشوف شحال واحد شراها. كنقلب غير على اللي شراو ما بين $1000 و $5000، فهمتي؟ في نيم بايو كتعطيني الايميلات، راك تما يمكن لك تسيليكسيوني واش الكيورد يكون في الاول ولا في الاخر. كنحاول نمشي بنفس اللي عندي انايا، وهذيك الليستا كنسيليكسيونيها مثلا 500 ولا كان واحد اللوجيسيال ما عقلتش على سميتو، مي راه كاين وسط الايبوك. داك اللوجيسيال كتحط كيعطيك الايميلات ديالهم، وكنصيفط لدوك الناس. هذاك السيد اللي شرا دومينات ب $1000 الفوق، ملي كتقول لي هذا الدومين اخر زوين وكذا $100، ديما كتكون بوزيتيف، حيت هو اصلا دي يلاه شرا دومين ب $1000 ولقى واحد الالتيرناتيف اللي رخيص. كيقول حتى سميتو الى كاع يعني ما محتاجوش، ولا كيقول اللهم نديروا ريزيرف. ها هو هذا باع ليا دومين ب $1000، وهذا عنده دومين تقريبا بحاله ولا احسن منه، با يعطي ليا ب $100. كيقول اللهم نخليه انايا نقدر نعاود فيه البيع، اولا نحتاجه الشركه ديالي ولا. صراحه هذه طريقه الاوت بوند اللي لقيتها كانت خدامه لي، كانت وصلت لي كاع لشي تقريبا شي $700 في النهار. هذه من الحاجات كاع اللي كانوا مزيانين، حتى كان وقع لي واحد المشكل مع واحد الدومينر كبير في نيم بروس. المهم تلقى واحد عرفتو كمل. اي احد خونا مشكل يزيد. اي ذاك خونا المهم هو اللي كان خلق لي المشاكل، وهذا صافي انا كنت حكيت لهم الطريقه باش كيبيعوا، وهذه الطريقه كنت درت عليها كتاب عطيت الدراري يخدموا بها. المشكله هي باش ما بقاتش خدامه دابا، حيت ما بقاوش كيتجبدوا الايميلات، فهمتي؟ ما بقاوش كيتجبدوا الايميلات عندك الظهر الا لقيتي شي واحد في ديك البلاصه ديال الترونسفير، يعني تسنى حتى يكون كيترونسفيري باش كيتحيد الهوز. يعني فاش غيتحيدوا الهوز ويترونسفيريو الدومين، كاينين شي وحدين كيتحيدوا الهوز عاد كيترونسفيريو الدومين، هذاك ممكن يديتيكتارك، فهمتي؟ اولا تشري شي تول. دابا كاينين دي تول غاليين اللي كيديروا هذه القضيه. كاينه كنت تخدم داك زائف بوت، كاين اللي تخدم بها.
ما عقلتش على سميت واحد اللي كيخرج لك الليد سميتو شي حاجه دومي الليد ولا ما عارف، هو كيدير لك هذا البلان مي غالي، يعني ماشي شي حاجه اللي نقدر نشرحها للدراري زمان حيت كان كل شيء فري. لا شرحتها للدراري بسهوله، وهي اصلا كاستراتيجيه هادشي اللي كاين اللي تخدم بدومين دومين. اي كيو حتى هي. يعني انا ملي دخلت اشنو قال لي راسي، قال لي راسي واحد اللي غيشري دومين ب 1000 دولار ل 10000 دولار وتقريبا في نفس الشيء اللي انا باغي نشري اللي كان انفيستي فيه، ف 100% غيبغي انفيستي في 100 دولار ولا 90 دولار، وانا راه باغي سي فري. بالزربه. يعني انا شاري ذاك الدومين، كنت كنشري ذاك الوقت كنت كنشري في دوك اكسبايرد، يعني اللي تساعدوا كيتسموا سميتهم كلوز اوت. كلوز اوت. المهم في الكلوز اوت كنت كنشري فيهم، يعني كتقام عليك بواحد 20 دولار يعني بسميتو ولا 25 دولار، كان واحد الكوب طالع رينيوال ديال العام ولا اي برينيور ديال العام صافي. وكان صيفط ليهم صراحه كانت خدامه مزيان، ماشي زعما كنت كنصيفط بساندي، ساندي كان مبازي على امازون اي سو اس الى ما عقل، وصافي هذاك انبوكس يعني كتصيفط مزيان. الطريقه باش كنصيفط لهم مزيانه كنت دير واحد السيت سميتو ان ماركت بوان اور، هو باش كنت كنصيفط للناس يعني كيدخلوا الناس كيلقاو الاثمنه، كان صراحه مزيانه كاستراتيجي كانت مزيانه يكون ما وقعوش المشاكل. وانا كعارفني انا يعني كنصنع ميثود كندوز ما كنشد في الحاجه، انا خصني نصنع لي ميثود جاية شي ميثود جاية في الطريق. اخويا كاين بزاف اللي كيوقع عليا المشاكل، كنعاودها ميك شي مره نوريك المشاكل ديك الميثود ديال تويتر ما بارطاجيتيهاش؟ ديال اش؟ اوتو بيلوت ديال تويتر. لا ما بارطاجيتهاش، انا كنبارطاجها واحد الدري اللي مازال عاقل وصافي. انا ينجبد البلان الا دار شي واحد شي حاجه الله يستر، حيت انا ما عنديش مشكل فهمتي، اللي دار شي حاجه اللهم لينا يستر. لينا. انا راه كيعجبني غير نصنع الحاجات وصافي، كتجيني المتعه انك نعم تصنع كذاك وصافي. الله يعطيك الخير. الله يسر لك وشكرا حتى انت بعد على المجهود اللي كدير. المهم مرحبا الدراري بك يدخلوا تسبسكرايبوا دابا فهمتي، انا راه كندير لك سبونسر بعد خلصني كدير الله شي يحفظك مبيعات سيدي. بلاتي. لا لا يخطيك ان شاء الله. بيعوا شي دومين بحال فويس دوت كوم. فايت مشيتي الى سميتو ديك ديال الدومينين اللي كتدار، كانت دارت في المغرب جوج مرات. نعم نيمز كون. اه لا لا ما عمري مشيت نيمز كون. ماشي اللي مزكونة سميتها اللي كانت دارت في المغرب، كان ما عقلتش على سميتها اللي كانت دار واش كلها. دوك ديال الدومينين؟ اه نتاع الايكان، ماشي ديال الدومينين نتاع لا الايكان. لا لا ما عمري عندك حضرت ليها كاع. ايكان مراكش كتكون فابور اللي مازال عاقل، ايكان 65 هي اللي كانت في مراكش عاود دارت واحده قريبه، كانت وقعت المشكل كاع على داك السيد ديال الايكان، كان داك اللبناني وما كانش بغا دار في المغرب حط الاستقاله ديالو كاع هو واحد الوقت وداروها في المغرب واخا هكذاك. باش تعرف لاينيرتي ديالنا راه ما ساهلاش في الدومين، راه حنا راه غير داك الشيء غابرين وصافي، هما راه ديالنا راه ما ساهلش في الدومين، يعني الدوله المغربيه عارفه اش كدير، راه شحال ديال هما كيتجرى الايكون على بوان تازا وما خلاهمش يشريو، قالت لهم خلاتهمش الدوله المغربيه، راه ماشي ساهله انك على شنو كتعني؟ كتعني بوينت تازا بوغ الاخرين لحقاش اي او اي اي باين المعنى ديالهم. حتى حاجه ما عندها المعنى، ولاو كيخرجوا شي حاجه اللي عنده الفلوس دوك كيكثروا ليه الفلوس، كيبغي يدير واحد النصبه فعلا تاركه كيمشي حتى يطلب ال دي جديد الديجيتال يزيد. ديال الايكان وكيدير واحد الهيت على ديك ليكستونسيون باش الناس يانفيستي وصافي، بحال داكشي ديال البيتكوين، يعني كل واحد كيخرج شي هيت جديد كيخرج ريشارج شي عملة وقداش ما تسجل الناس في الاول راه كياكلهم، راه راك عارف فهمتي اكس يكريك زيد هي طلعت الاشهر ديال الدومينات ديالها، راه كانوا عاد دابا راه رينيول 100 دولار لواحد ولا 200 دولار باش دير رينيول فهمتي، يعني كتلقى راسك في حتى تحديات. دابا راسك تخلص عامين عاد الا بغيتي تاخذ شي واحد. وي صاحبي يعني دابا ديكتير دي كدير ما بغات والقوانين، المهم داكشي تاع داكشي الايكان راه بوحدو. او حاجه اخرى علاش قلت لكم انا داك اللايف اللي باطاجي راه على هذا الشيء باش ما تطيحوش في هذه المشاكل، كثره داكشي ديال اكثريه ديال الحاجات واحد كيدخل غيتفرج في الفيديوهات ديالك ايوب ولا الفيديوهات ديالي غيقول انا بغيت نولي دومينر، عرفت اش كيولي؟ كيولي سايبر سكواتر، كيولي تابع الشركات باغي ينصب عليهم كيشري سمياتهم ويصيفط لهم، يعني باغي هو دي الحد تايبو. كيتسمى داك السايبر سكواتين فهمتي، يعني كتصيفط بحال اللي كتستخدم انت شي تراد مارك باش تبيع دوم بالزربه، وهذيك راه غلط كبير، ما غتبيع ما والو بلا الا كان عندك الدومين تاع قبل ما تجيك الشركه، هذيك حاجه اخرى. ومزيان انك المهم راه في اللايف ديال دويت على هذه اللعيبه باش ما تطيحش في هذا المشكل ديال التريد مارك، وكيفاش تعرف ان ديالك تقدر تربح من ديك التريد مارك ولا تخسر، وشكون هو المحل هنا في المغرب، هذا الشيء راه ديجا دوينا عليه كامل. وهي راه مزيانه نور فرانس دوت كوم نعم هذيك اللي هضرتي عليها ديال فرانس دوت كوم.
اي لا كنت دويت على اورانج، كنت دويت على udrpsearch.com، كتدخل ليها وكيعطيك ياك يو دي ار بي المتعاقد. يو دي ار بي سيرش سكون حاطه في السيت تما. ايدو كاع الله اعلم كندير انا كنكتب كنكتب تريد مارك تشيكر انايا في جوجل، كيطلع ليا النيت كندخل ليه. لا كاين كاين واحد يو دي ار بي سيرش كيعطيك شكون هما اللي يو دي ار بي اللي مفتوحين دابا. ديك النهار كنتي بارطاجيت هذاك التيتل اللي كنت بارطاجي ديك النهار، ما عرفتش علاش ما طلعليش دابا. فاش فاش كنتي هضرتي على واحد هنا كنشرى فرونس دوت كوم، وبقى عنده مدة لا تقريبا هذاك شي 10 بوحدو، سنين ولا ما هذاك بوحدو هذاك لا انا دويت على هذاك شي مغربي شاري اورانج، كتكتب مثلا اورانج شاري اورانج ماروك ولا شي حاجه وحيداتو له اورانج، المهم بارطاجي حتى المحامي، المهم راه كلشي كاين في هذاك اللايف. يدير بيسيرش. يدير بيسيرش ما عرفت علاش ما طلعليش دابا، المهم هو كيعطيك لي سيرش ممكن تلقاه في ديك ويبو.انتي راه هو اللي طالع عليا انا، مي الاخر كان ساهل كتكتب وكيطلع لك داك الشيء مزيان. المهم الدراري خصكم تدخلوا معنا على هذا الشيء، بغيتي شوف بغيتي تدخل الدومينين خد شوف غتاخذها كالاستفاده، حيت انت باغي تخدم في الويب غتحتاج دومين، هذه ضروريه ما كايناش هذه الهضره. بغيتي تاخذ غتاخذ دومين، بغيتي تاخذ دومين خصك تكون كتعرف لونجلي، دونك لونجلي فوالا لونجلي والدومينين خصهم يكونوا عندك شي حاجات اللي ديما فهمتي خصك تكون عارفهم، دونك بلا ما تبقى وخصك تقول عندك لا. ديك النظره، ديك النظره ديال هاد الدومين هذا راه يليق لهذا، يليق نعم لهذا الشيء هذا، ماشي غير دومين تاخده هكاك وصافي. مزيان، وباش ما تطيحش في المشاكل القانونيه يحل لي هي تقدر تجيب لك يعني دابا نقدر نقول انت درتي ستور شوبيفاي ولا وضربت درتي مثلا 6 فيجر، واحد في ديك 6 فيجر غتديها لك على المحاكم وصداع راسك ما دايرش شي حاجه فهمتي، احنا ما بغينا حتى شي واحد يطيح في هذا الشيء. اللهم اللهم خدمها مزيان ابخي ملي غادي تاخذ هذا المايند سيت انك كتعلم شنو هو الدومينين علاش هذه مزيانه وهذه لا، وراه ممكن انتم دابا بسهوله انا موجد لكم فيديوهات، سي ايوب موجد لكم فيديوهات، دخل شوف ذاك اللايف ديالي راه فيه ساعتين تفرج عارف هذه المشاكل اللي كاينه، راه حاولت نعطي داك الشيء كاع ديال 5 سنين اللي كنعرف انايا. شوف واحد الفيديو راه دايره انا في يوتيوب عادي كيدوي على الكيورد دومين، ومن بعد انت خديتي ديك الفكره باش ما تطيحش في المشاكل، من بعد سير تعلم لي استراتيجي عند السي ايوب، هو عطاكم السين ديالو مستر كيهل راه تخليها غتفرج تعلم لي استراتيجي مع راسك، واخا تعلم ما تمشيش تشري، سير زيد تعلم في لي فوروم زيد تعلم اكثر باش تلقى تما تانفيستي، يعني ماشي تجي وتانفيستي وصافي وتقول لا راه غادي ندير لاباس، حنا ديما خدها على انك تتعلم، قول اسيدي انا كنتعلم باش انا ولا شي واحد صديق ديالي بغى يسولني ولا نعطيه نعطيه يعني داك الشيء الصحيح، وإلا مشيتي بهذه الفكره غتكون هي جالسه بحال هكا غادي تجيك شي تلقى شي ترند جديده شي لعيبه جديده اللي انت غادي تشوفها تقول ايه هاد الترند فيها الفلوس، تقدر تشري راه كاينين بزاف، حنا ما كننصحكمش ديروا يعني لا انا لا سي ايوب لا باتي اللي طلع معايا ديك المره كاع الدراري اللي دووا معاكم في الدومين، ما كننصحكمش ديروا الهاندريج، يعني الهاندريج انك تمشي وتشري دومين يعني تكتبه انت وتشري هذاك الدومين، ما كننصحكوش بها كنت اول واحد حيت ما ساهلاش فهمتي، حيت ماشي ساهله. ديك، علاش ما بغيتش نشرح الاول اي على هاد القضيه؟ احنا ما بغيناش حتى حنا نشرحوها لكم، ولكن الا كنتي لقيتي كتعلم بشوي بشوي غتوصل لواحد النيفو انك غتبان لك الترند غتعرف بان شنو هما الهاندريج اللي تقدر دير فهمتي. شنو كتستخدم انت في الهاندريج بعدا سي ايوب؟ انا ما كنخدم حتى شي تول، كنخدم كلشي مانيوال، انا كان لا انا كنخدم كلشي كنخدم لي بيد. انا كنخدم لك دوتوماتور، شنو ماش كيطلع لي شي حاجه مزيان دوتوماتور عرفتيه؟ لا ما عرفتوش، انا كما قلت لك ما كنبغيش نخدم بزاف بلي تول، حيت كنبغي نقلب ديما على الكاليتي. انا ماشي تول انا اللي كاش كندير مثلا بحال هكذا كان بحال هكذا، اكثريه زعما الدومينات ديال الاندريج اللي كيكونوا عندي وكيجوا لي سيرفيس بحال هكذا كاين تسمع نوريك نعفت الكاميرا واش كتضرب ولا ما كتضربش. اوكي هو هذا فهمتي ما عمري خمس بلا كيبان لي وي 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 دوتو اوكي ماسور وي كتب مثلا بحال هنايا، كتب مثلا بحال هنايا شي حاجه اللي عندي كتسمعني راه صنع لي واحد الصديق وي وي سمر سمر كمل. اوكي انا ما كنسمعكش تقطع لي الصوت، المهم كنكتب هنايا الكيورد اللي عنده علاقه بالترند، مثلا نقولوا حنايا لي كيورد اللي ترند مثلا هما هادو مثلا، حنايا تخيلوهم كتكتبهم وكتكتب هنايا كتختار سوا مثلا لي كولور، انا اكثريه كنخدم بالحروف كنكتب مثلا ا بي حيت كنبغي شي حاجه باديه بشي حرف، وكنخدم مثلا ذو وشنو اخر كنخدم ذو كندير اور وماي
هادوك سالي اللي كنخدم انايا اور ماي. ما كنتش تخلي اليوم قاعد ونكمل، ماشي مشكل. كتسمعني ياك؟ وي وي كنسمع، صافي. كمل وكان كمل تمام. جينيري، هو كيجينيري ليا كومبينيزون وكيعطيني الدومينات مثلا اللي موفرين، فهمتي؟ كيعطيني مثلا الدومينات اللي ديسبو. كان واحد اخر، كان واحد اخر سميتو هو زولوجي، ولكن هذا، وزيولوجي وقيلة دوت اوت. ولكن هذا ملي كنديرو ماشي كنجيو نديرو، يعني كنشوف مثلا شي تراند اللي بانت ليا مثلا بحال حيت كان ديك التراند ديال الكريبتو اللي كانت خرجت ترند الكريبتو، اي كريبتو غتلقى مع شي كيورد الا كانت مزيانه راه كتباع، يعني كريبتو بان كريبتو كذا. دونك كنت كنكتب كاع مثلا كريبتو بيتكوين كذا، كنحطهم بحال من هاد الجي، وكنحط انا الدومينات اللي يعني اللي كيورد مزيان. كنمشي نقلب مثلا، كنكتب مثلا في جوجل، كنكتب مثلا موست يوزد انجلش ووردز او لا موست موست انجلش يوزد ناونز، يعني الاسماء اكثر استعمالا او لا شائعه، او لا مثلا بيزنس كيورد ليست ولا بحال هكذا. كيطلع لي كلمات كنلصقهم كيتحط ليا، وواخا هكذاك دوك اللي خرجوا لي ديسبو كندير عليهم عاود البحث ديالي. عاد تما ضروري. يلا كنقدر في واحد الليست اللي فيها 200 ولا 300، يلا كنهز واحد الخمسه ولا سته ديال الدومينات اللي كنشجع، فهمتي؟ المهم هذه الطريقه ديالي باش كنخدم انا وماشي عن كاملين، انجليزي. والمشكلة ماشي كاملين تيكونوا زعما تيكونوا مزيانين، بعد شي مرة لا راه كيكون داكشي اللي قلت شي لك، ضومين كان ليست فيها 200 ولا 300 يلا كنهز منها جوج ولا ثلاثه الدومينات، يعني كل ما كانتش عندي واحد الاكسبيريونس اللي دايزه يعني في واحد السنوات دوز ديك الليسته ما غاديش نعرف شنو غنسيليكسيوني منها. وحتى ديك الليسته اللي سيليكسيونيتي منها كاين اللي كيتباع لك بالزربه، كاين اللي كتسنى عليه، فهمتي؟ ولكن صراحه هذه الطريقه باش كنخدم، ديما كنخدم بديك ذا اور ماي بيست توب كذا شي حاجه، هاد الكلمات اللي هاد ما عرفت كيتسمى اوبجيكتيف ولا ما عارف. المهم كنكتب خيفيكس وقيلا سيفيكس شي حاجة ما بحال عرفت هكا. كيفيكس ولا اوبجيكتيف ولا ما عرفت. المهم كنكتبهم في اليسار، وفي اليمين كنكتب داك الكيورد اللي هذاك التراند اللي غادي جديد ولا شي حاجه وصافي. هذه من الاستراتيجيه اللي كندير انا في الهاندريج. ابار سا كيما قلت لك كنشوف ماركت بليس البيدين، والبيدين عاود حتى هو عاود شويه صعيب. كنخدمش على نمبرز دومين، نعم نمبرز دومين اللي روما عندي، دوت كوم اللي عندي ما كتخدمش عليهم. نمبرز، لا ارقام لا ما خدمتش عليهم انا، ما كنعرف ليهم. خصك تكون كتفهمه حتى تتعلم قريت على داك الشيء شويه معنكشتي شويه. شويه، نعم قلت لك قريت عليهم شويه، داك الشيء معنكشتي شويه. بعد شي مرات تيكونوا شي ارقام تبانوا في تشاينا، وكيجي واحد تيشريهم. هذا قرا قالوا في ديك الدي ان اكاديمي، انا كيجي واحد بارطاجيت مثلا هذيك كيشوف المره، انا بارطاجيت سميتو، بارطاجيت ديك المرات اللي تباعوا في الارقام بزاف، ولكن صعيب خصك تكون كتفهم، وانا ما نقدرش ندير شي حاجه اللي ما كنفهمها. المهم اي مره ثاني اللايف دابا. شكرا اخويا على مرحبا ذلك. الدراري دخلوا عنده عليك بليزير. كاين اللي ما شافش اللايف من الاول يحاول يتفرج، التسجيل غيلقاه في اي جي تي في، حيت انا ما غاديش تلقاه في بوست، غتلقاه في اي جي تي في. دخلت تما تفرج. سايوب شكرا مره اخرى، وشكرا للدراري. مرحبا بك بليزير، تهلا ليا فراسك شرف كان خويا. ليا. شكرا، بارك الله عليكم الإخوان، السلام عليكم. ومرحبا لك، أنا عندي يلا شي السلام سؤال أنا في عليكم الخدمة. الدراري.